جايب 14 حبه كيك ان شاء الله. الانقلاب اليوم لازم يصير. القناعه فكره. المشكله هي حركه ذكيه سوت انه هي تحولت لانسان اخر عشان ما يصير انقلاب عليها. طبعا حركه طبعاً. ذكيه حركه ذكيه شعرك. ايوه بلش الانقلاب. كيف يعني اسوي شعري زيت؟ القناة عندكم على فكرة كتير حلوة. أنا مبسوطة شكلي بالشغل، رح أوقع العقد. عن جد عش الدور عن جد. عندك مايك تسحبيه حتى ما يروح. أضحك ولا ما أضحك؟ يلا آسفة خلص. أهلا على ماما بس أحكي لها تحضر. إيش؟ أرين على ماما أحكي لها تحضر. يلا يلا خلاص. على الهواء؟ اوكي. هاي مام كيفك؟ المهم انا بدي ابدا باحلام. طبعا اختار احلام. اسمع بس خليني اخبرك شغله صغيره. فانز سيعرفوا انه ديما حاطه عينها على فلوس احلام. اي خبر فيه اليسا عمر دياب عارفين بشار بشل وديما على فلوس احلام. اي احلام ديما. هلا الاشي اللي بحزن انه هي عندها بيبي بوي اسمه محمد. هي ام محمد. محمد انت كانك ملاحظه كل المشاهير باليونان بالضبط. انا بس انا اصلا وياك بنروح اليونان بشار. انا لما رحت الدكتور بتتفاجئ انه في ام مالك كان لسه بصور بشار. بستغرب انا بستغرب من الامهات اللي بتترك ابنها يبكي 20 ساعه حرام. دي انا في مره كنت راكب الطياره كان نفسي ازت الطفل من معك حق. انا قد ما صابني صداع احط السماعات بس ساعتين وانت مسافر على طلع الام قاعده بتاكل وجبات وش حاط قهوه انه كانه عم بغني. بتحس الطفل مش عم ببكي عم بغني بتحسه انه انت شو سامعه شو متهيئ لك يعني بالضبط. لا وبشحرها هذيك وطلع الام انه فرصه تفهمي قال بشار انا ما بسكت. انا لما كنت اسافر ويكون مثلا في وراي وحده هي وبنتها وهي وابنها وابنها كل شوي بلف بقولها ايش ماله ما بسكت انا ما بقدر استحمل. فهي ام جوعان طب طعميه. انا مره بنتها وحده لفيت قال هي زهقانه قلت طب اعطيها اي شيء. اما هي شنطه العابها بالمطار شحناهم. لا انا بتذكر مره طلعت رحله بالباص كنا راكبين باص رايحين على الديد سي أوكي. نفس الشيء طفل فانا بحكي لامه بليز قال هلا بسكت لحاله بسكت لحاله. يخرب بيتك ترى يعني احنا ضوشنا يعني هو حرام الطفل قد ما كنا نرقص ونغني صار يبكي بزياده انه حدا يهتم فيي. هلا بسكت لحاله بسكت لحاله على فلوسهم على قد فلوسهم طالعين على قد فلوسهم انت عارف شلون بس مليون ونص يعني على قد فلوسهم.